هبدأ في الموضوع على طول من غير مقدمات طويلة، لأن أنا حاسة إن الفيديو ده أو نوعية الفيديو ده مش من الأنواع اللي بتستحمل اللي يكون فيه مقدمة. فخليني أقول لكم بس إن أنتوا لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، وكمان اكتبوا لي في الكومنت رأيكم. أهم سؤال سألته لنفسي في حياتي، إزاي أغير حياتي للأحسن أو للصورة اللي أنا شايفاها؟ وبيتهيألي ده أكتر سؤال مهم ممكن أي حد يسأله لنفسه في حياته. في الفيديو انا هقول لكم تجربة حقيقية، مش هحكي لكم حاجة انا درستها مثلا او حاجة عرفتها او قصة حد تاني. اللي متابعيني من فترة طويلة شوية هيبقوا عارفين انا مريت في فترة في حياتي كانت صعبة جدا، نفسيا وجسديا وروحيا وعقليا وكل حاجة، وحرفيا كل حاجة حواليا ساعتها خذلتني، كل شخص، كل حاجة كنت معتمد عليها، كل حاجة كنت فاكرة ان هي امان بالنسبة لي، كل حاجة خذلتني. كل شخص انا حبيته في حياتي طلع في شنك. جسديا ما كنتش قادرة اعمل اي حاجة لاني كنت عاملة حادثة وقتها وكنت مصابة جسديا جامد. يعني اكتر وقت فيه حزن في حياتي لاني في الوقت ده، في نفس الوقت اللي عملت فيه الحادثة، فقدت 3 اشخاص مهمين في حياتي، سواء بوفاء او ان هم خرجوا من حياتي. وعديت الازمة، خدت المسؤولية وعديت الازمة. بداية ان انا دلوقتي قاعدة قدامكم كويسة بكلمكم مفيش حاجة. الوقت ده كان من سنة ونص، وانا قبل ما كل ده يحصل في حياتي كنت إنسانة سلبية، وأنا طبعا دلوقتي بقولها وبضحك وبقولها بوعي وبقولها وأنا عارفة أن أنا كنت كده، لكن أنا وقتها ما كنتش عارفة أن أنا كده. كنت معلقة حياتي على الظروف وعلى الحاجات اللي بتحصل حواليا، وعلى أن اللي بيحصل ده أنا ما أقدرش أغير، وعلى أن أنا اتولدت كده وهعيش كده وهموت كده برضو. فيشاء ربنا أن كل ده يتغير. يمكن ربنا كان عارف ان الطريقة اللي انا هفهم بيها طريقة قاسية شوية، فهو جابها لي عشان افهم بسبب، عشان ما تاخدوش انتوا التجربة القاسية دي جدا. انا دلوقتي جاي اقول لكم تعملوا ايه علشان ما تمروش بالتجربة القاسية وتعرفوا، انتوا كده كده هتعرفوا بس ما تعرفوش بالطريقة القاسية. لو انت مش واخد زمام الامور زي ما بيقولوا، او لو مش حاكم حياتك، كل حاجة تانية هتتحكم فيك وهتعمل لك كل حاجة انت عايزها بالعكس. انت لازم تشتغل على 4 حاجات، تطورهم، تعرف عنهم، تنميهم، تفتح مخك فيهم. بلاش تقفيل الفكر ده على حاجة انا واتولدت وعرفتها خلاص، هو مفيش غيرها. عقلك ومشاعرك وروحك وجسدك المادي، 4 حاجات دول لازم تشتغل عليهم. وانت ممكن تكون فاكر ان انت بتشتغل عليهم، لكن انت في الحقيقة مش عارف اي حاجة عنهم. عارف حاجة عن جسدك المادي اللي انت فيه دلوقتي، ولا عارف حاجة عن روحك وذاتك الحقيقية اللي هي في الحقيقة مش الجسد، ولا عارف مشاعرك اللي تقريبا بتحكم كل حياتك، ولا عارف حاجة ولا عن عقلك الواعي اللي انا بكلمكم بيه دلوقتي، ولا عقلك اللاواعي اللي هو تقريبا متحكم في 90% من حياتك. واعرف ان ال4 حاجات دول هما اللي واقفين بينك وبين هدفك، مش اي حاجة تانية. عقلك ومشاعرك وروحك وجسدك المادي هما اللي واقفين بينك وبين اهدافك، بينك وبين احلامك، مش اهلك، مش بلدك، مش فلوسك، مش اي حاجة تانية. هيجي حد يقول لي لا بس انا فعلا في معوقات في حياتي، انا فعلا اهلي منعني اعمل كذا، انا فعلا فلوسي مخلياني مش قادرة ان انا اعمل كذا. انت صح وانا معاك، وانا عارفة ان هي حقيقية وعارفة ان هي موجودة، لكن تخيل ان انت كمان ممكن تقلل من حدة المعوقات دي. انت يا اما تستسلم لها يا اما تكون اكبر منها وتحاول واحدة واحدة زي ما بيقولوا ان انت تهندل امورك. انا عارفة ان باين دلوقتي جدا ان انا بتكلم بسهولة والكلام سهل، واحنا دايما بنقول كده الكلام سهل والفعل هو اللي صعب. انا دلوقتي بتكلم بسهولة لان خلاص دلوقتي انا عديت المرحلة دي، لكن وقتها انا كنت بتألم، وقتها انا كنت يائسة، وقتها انا كنت مكتئبة، وقتها انا كنت زي معظم الناس اللي هتكون بتفرج على الفيديو ده. انا كنت تايهة، مش عارفة نفسي، مش عارفة انا عايزة ايه، مش عارفة انا ازاي وصلت اصلا اللي انا فيه. فالحاجة اللي انت لازم تعرفها وتتأكد منها ان انت المسؤول. مدام كبرت انت المسؤول. يمكن انت مش مسؤول عن افعال حصلت لك، بس انت مسؤول عن رد فعلك تجاهها. انت مش مسؤول عن المعاملة اللي مثلا ابوك وامك عملوها لك وانت صغير، بس انت مسؤول عن رد فعلك دلوقتي تجاهها. لان خلاص انا بقيت كبيرة، بقيت شخص واعي، وانا طفلة اتأذيت، انا دلوقتي وانا كبيرة مسؤولة ان انا اصالح الطفلة دي. في ظروف مادية حصلت لي وانا صغيرة، انا دلوقتي وانا كبيرة مسؤولة ان انا اصالح الظروف المادية دي. انت مسؤول، محدش هيجي
ما حدش هيجي يشجعك، ما حدش هيجي يقومك باللي انت فيه، ما حدش هيجي فارس الاحلام اللي انت مستنياه يجي يصلح لك كل حياتك، مش هيجي. مش هيجي عشان هو برضو مستني اللي يحقق له احلامه ويصلح له حياته. فانتوا الاثنين مش هتيجوا لبعض، انت هيجي لك اللي شبهك، هيجي لك اللي زيك، لانك بكل بساطه كل حاجه بتعملها وكل حاجه بتحصل في حياتك هتجذبه ناحيتك. فكونوا مسؤولين، كونوا مسؤولين عن ذاتكم. بقول لكم ان انتوا ارموا كل الناس اللي في حياتكم ورا ظهركم وما تهتموش بحد وقسوا على كل البشريه، لا، ولكن خلوا نفسكم اولويه. ان لو انتوا مش كويسين ولا اي حد حواليكم هتعرفوا تخلوه كويس، ولا انتوا نفسكم هتبقوا كويسين، ولا اي علاقه ما بينكم ما بين حد هتكون كويسه، ولا علاقتكم حتى بالفلوس، ولا علاقتكم بربنا، ولا علاقتكم اي حاجه هتكون كويسه. فاول خطوه وهي اهم خطوه ممكن حد يعملها في حياته، انت تكون علاقتك معك انت كويس. حتى لو ما وصلتش، حتى لو انت بس بتحاول تنمي عقلك، بتحاول تتحكم في مشاعرك، بتحاول تنمي روحك، بتحاول تظبط الحاجات المادية اللي هي جسدك والحاجات اللي حواليك، حتى لو انت بتحاول لسه ما وصلتش، ربنا هيجازيك خير وهيخليك سعيد ومرتاح في حياتك. لكن لو انت شخص جيت خلاص هي دي الظروف وهي دي الدنيا وانا جيت كده وهعيش كده وهموت كده وهطنش كل حاجه في الحياه ومش هركز في اي حاجه في الحياه ومش عايز اعرف اي حاجه في الحياه وعايز افضل معمي عن كل حاجه، ربنا هيجيب لك اللي يفوقك، انت بس عليك تاخد القرار. فانت لو بقيت بوعي عارف ان انت المسؤول، مش هتسمح للسلبيه تخش حياتك، مش هتسمح لنفسك يكون عندك اوفر ثينكينج، مش هتسمح ان انت تقول حاجه سيئه لحد، مش هتسمح ان انت تدمر حياه حد، مش هتسمح ان انت تكون غافل عن كل حاجه في حياتك، علاقاتك وفلوسك حتى دينك. انت مش بتفكر، انت مش بتدور، انت عايش كده بس وخلاص. اسوأ حاجه ممكن تعملها في نفسك ان انت تعيش وخلاص، رغم ان انت بتعمل ده وانت قصدك ان انت تكون مرتاح ومكبر دماغك، برضو بتبقى مش مرتاح. يعني انت مريح ومأنتخ وما بتعملش حاجه وبرضو مش مرتاح، وانت مش مرتاح عشان ده مش دورك، مش دورك ان انت ترتاح وتأنتخ. حتى البنت والله اتضحك عليكي لما قالك انت مفروض تعيشي معززة مكرمة، ما تعمليش حاجة في الحياة وتعيشي بس كده، تلبسي وتخرجي وترجعي وتطبخي وتغسلي. انت اتضحك عليكي، انت مش مرتاحة عشان انت لا عارفة نفسك ولا عارفة اي حاجة تانية. تفتكري ربنا خلقك هباء؟ خلقك بس عشان انت تيجي تاكلي وتشربي وتنامي وتتجوزي وتخلفي وتغسلي وتطبخي وتموتي؟ خلاص هو ده اللي ربنا خلقك عشانه، ولا في سبب اكبر كل الناس اتخلقت عشان؟ بكل بساطة انت محتاج تدور، انت محتاج تدور، انت محتاج تعرف، انت محتاج تتطور. وانت بتعمل كل ده ركز في الاربع اتجاهات اللي انا قلتلك عليهم، عقلك ومشاعرك وروحك والجسد المادي. الحاجة الوحيدة اللي انت محتاجها ان انت تبدأ، وكل خطوة هتوديك لخطوة تانية، وكل معلومة هتوديك لمعلومة تانية، وكل تطور هيوديك لتطور تاني. وبعد ما تبدأ انت محتاج تستمر، لان كل ما تستمر كل ما هتروح في مرحلة اعلى واكبر من المرحلة اللي كنت فيها قبل كده. وبعد ما تستمر انت محتاج بعد ما تحقق الحاجة اللي انت كنت عايزها، او توصل لمرحلة او لعلم او لمعلومة او لحاجة انت حسيت ان انت مرتاح فيها او كويس فيها وحققت هدف ما، وصلت المعلومة كنت بتدور عليها او اليقين انت كنت بتدور عليه، زي ما بنقول احنا في مصر، ما تنامش على المعلومة، روح لحاجة تانية ودور فيها واعرف فيها وحققها، غير الطريقة وغير الهدف، وما تحطش سقف طموحك هنا، لا، حطه اعلى من السماء. مفيش حاجة مستحيلة على ربنا، مفيش حاجة هتطلبها من ربنا ربنا مش هيقدر يديها لك. جرب جرب وحاول وجرب تاني، حتى لو التجربة اللي انت بتعملها دي ما وصلتكش لهدفك، هي ممكن تفتح لك باب تاني انت مش واخد بالك منه. عمرك ما هتكون بتسعى بالاربع اتجاهات دول، يعني بعقلك وبروحك وبمشاعرك وبجسدك المادي، عمرك ما هتكون بتسعى بالاربعة دول ربنا مش هيجازيك على قد سعيك ده. الفيديو ده للبنات والولاد، بس يمكن اكتر كمان للبنات، لان معظم البنات اتربت انتي مش مسؤولة، انتي في اللي يخدمك وفي اللي يعملك وفي اللي يصرف عليك وفي اللي يسويلك، لكن مفيش اللي يفكر لك. صدقيني مفيش اللي يفكر لك، مفيش حد هيجي يقول لك فكري، مفيش حد هيجي يقول لك دوري، مفيش حد هيقول لك اعرفي نفسك، مفيش حد هيجي يقول لك كده. جوزك مش هيخش عليك يقول لك انت مش ناويه تعرفي نفسك شويه، خالتك مش هتيجي تقول لك انت مش ناويه تتطوري وتطوري ذاتك، اكيد لا، لان هو اصلا دي مش حاجه تتقال، دي حاجه لازم تكون طالعه من جواكي انت. وانا بقول لك علشان بس تاخدي بالك، بس تاخدي بالك ان في
اوبشنز تانية في الحياة. خدي بالك ان يمكن في حاجة انت مش وعيالها، انت مش عارفاها. انت كده كده هتعيش تجربتك لوحدك، وانت كده كده هتعيشي تجربتك لوحدك، فخليها احسن تجربة بالنسبة لك، خليها احسن حاجة ممكن تتعمل. ما تخلوش كل حاجة في حياتك اصل اهلي، اصل البلد، اصل الفلوس، اصل الظروف، اصل المجتمع، اصل. حاولوا، لو دورت عن حاجة وما وصلتلهاش هيحصل ايه؟ مش هيحصل حاجة. طب افرض دورت ووصلت، افرض دورت ووصلت لحاجة تغير كل حياتك وتغير كل مجرى حياتك في كل حاجة. فانت لو بتسعى، وهرجع اكرر تاني بالاربع حاجات، انت ممكن توصل لحاجة وممكن لا، لكن انت لو ما بتعملش حاجة خالص، ما بتفكرش في حاجة خالص، ما بتطورش في حاجة خالص، انت اكيد كده كده مش هتوصل لحاجة. يا رب تكونوا فهمتوني وفهمتوا اللي انا عايزة اوصله لكم. انا بتمنى لكم كلكم تعيشوا حياة سعيدة، وكلكم تحققوا احلامكم واهدافكم، وتكونوا كمان احسن من ما انتوا بتتمنوا. الفيديو ده انا عملته حرفيا من قلبي، واتمنى كمان ان هو يوصل لقلوبكم. اشوفكم على خير في الفيديو الجاي. سلام.